باريس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البداية ستكون بأحوال الطقس المرتقبة خلال هذه الظهيرة. مصالح الأرصاد الجوية دائما أجواء مغشاة جزئيا بالنسبة للمدن الساحلية والمرتفعات الداخلية الغربية، لكن نشاط رعدي هو الذي يبقى يتواصل على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية، احتمالا يكون مفوق ببعض الأمطار الرعدية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى مناطق الجنوب الغربي للوطن، أقصى الجنوب الجزائري، مرتفعات الهجار والتاسيلي مع زوابع رملية موسمية بالصحراء الوسطى ومنطقات الواحد. خلال هذه الظهيرة درجات الحرارة القصوى إذن لتقارب 43 درجة بغردية الشلف وماسك، 34 درجة بالجزائر العاصمة الجلفة البيض، 37 درجة بتيزي وزو، 35 بعنبة سكيكدة، باتنا قسنطينة سطيف وهران مستغانم، 37 بتلمسان وتيزي وزو. لن تتعدى إذن 41 درجة بشمال الصحراء، 45 درجة ما بين الخط الرابط أدرار إنصالح، 46 بتندوف، 38 درجة إلى 39 بتمنرست وجناتي، تقارب إذن 44 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. خلال هذه الليلة بحول الله درجات الحرارة الدنيا عموما تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 31 بشمال الصحراء، 28 درجة بإليزي، 31 بإنصالح، 33 بأدرار، 35 درجة إذن سترتفع بمدينة تندوف لتقارب 35 درجة، 25 درجة بمرتفعات الهجار وتاسيلي لتقارب 30 درجة ببرج برجي مختار إنجز. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، البحر عموما سيبقى إذن قليل الاضطراب، هذا على السواحل الوسطى والغربية، سرعة الرياح لتقارب 40 كيلومتر في الساعة. البحر هادئ تماما على السواحل الشرقية، سرعة الرياح لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة، الرياح ستأتينا وفق تيارات شرقية شمالية شرقية بالنسبة لكل السواحل. الختام سيكون بالمعلومات الفلكية لنهار اليوم، غروب الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة 7 مساء 51 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة في أمان الله.